ترشيح الشاعر الكبير مظفر النواب لجائزة نوبل للآداب هو ما أعلن عنه الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق خلال مؤتمر ضم أعضاء اللجنة التحضيرية التي عكفت على إعداد ملف مكتمل عن الشاعر خلال العام الماضي، والتي أشارت إلى أن مجرد ترشيحه انتصار بحد ذاته. حسبنا بأننا نرشح رمزا إنسانيا ووطنيا كبيرا، حسبنا بأننا لا نتوقف عن الترشيح، حسبنا بأننا نفوز حتى وإن أعلنت الأسماء فوز غيرنا، حسبنا بأننا نتواصل لكي نوصل هذه الفكرة. هي فرصة لكي نشير إلى الآخرين، هي فرصة لكي نطبع الكتب، هي فرصة لكي نترجم النتاجات الشعرية. النواب شاعر حمل هما إنسانيا وخزينا معرفيا وروحا وطنية لم تمنحها أشد الحكومات رعبا التعبير عما يدور بخلده، فكان صوته يصدح دائما ويرن صداه بعيدا. وتروح وتجي الأيام أنا ليلك بكل الرازق الميت على شبابي شمس والدنيا تنطر ليل أقول لك نام ما مسكش بالشباك غير الريح وطير بعيد ما يرضاش يحط ببلاد طير مصوب بقلب الزهير. المظفر شاعر حديث فهم الماضي جيدا حتى قدر يعيش اللحظة الحاضرة وينتمي إلى أضواء المستقبل اللي راح دائما تضيء الحياة. لجنة الثقافة والإعلام النيابية التي حضرت المؤتمر بيّنت إنها ستبذل قصارى جهدها من أجل دعم هذا الترشيح. أتمنى أن تكون الخطوة التالية لاتحاد الأدباء هو جمع شعر بشكل رصين، وحقيقة هذا التكريم للشاعر الكبير هو خطوة مهمة وخطوة تستحق كل الدعم. المئات من القصائد الشعرية باللهجة العامية واللغة الفصحى شكلت منبعا ثرا للأغنية العراقية ومثلت مثابات شعرية تحمل من الجمال والتنوع ما يكفي لتؤكد أهمية الشاعر الكبير مظفر النواب ليس الآن فقط بل لعقود أخرى. موفق مجيد، الحرة، بغداد.